السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم. خوبي خوبي. السلام عليكم حبيبي. سلام شتوري انا. سلام عليكم. عليكم سلام. انا اقول سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربك. إيه؟ الله ما شاء الله. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الله اللهم ابعدنا عن النكد. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من جاء الله. يا حبيبي فرق فرشان بزن باز کنم صفحه 291. این از اینجا بخون. إلا رحمة من ربك ما شاء الله إن فضله كان عليك كبيرا. بچا هم سنای شما نا تشویقشون کنید. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله الله. و زینب خانوم. زینب خانوم مهربانی مدهمتان. فبأي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ما شاء الله. بیاسی رو من میخونم. هر کی زودتر هر کدوم از اینا تونستن اینجوری زودتر میزنن. بچه‌ها پس دستا رو زنگ دیگه آماده باشه. بله دستا رو زنگ باشه. بله بله. آماده هستین؟ شما آماده هستین؟ لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم. خب ایشون زودتر زنگ زدن. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بارك الله. خب اما سؤال بعد شما آماده ای؟ احسن بر شما. كنتم خير أمة أخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن لك ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون. بارك الله فيك. صادق القاسم مفهمش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. شما سوره ورقه نحل جزء 14 جزء رابعش نحل 14 درسته؟ بله درسته. خب بله سوره ورقه نحل از زن و شوهر ایجاد میشه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله ربك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحبيب المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد